شلونكم؟ شو اخباركم؟ المهم نبدي فيديوهات التجربة، راح اسوي التجربة الاولى والتجربة الثانية مال الالكترونيك، وراها اسوي تجربتين مال السيطرة اللي تشتغل على المطلب، هاي حسب الطلب، واذا اكو من التجارب مفاهيمية تقولوا. المهم التجربة الاولى هي الفولتج كليبر كلامبر سيركت، هذا شنو التجربة الاولى. زين، بالكليبر والكلامبر اللي احنا اخذناه بالنظري ومسوي له فيديوهات، راح نتعلم شلون نرسم الموجات وش يصير اذا خلينا الدايود بهالشكل او بهالشكل، ويقول لي شلون يكون لهاي الموجه، هاي راح نطبقها كلها. انا بس انا اروح على شنو، على البروسيجر اللي هو هذا هو البروسيجر. اول شيء يقول لي، خلينا نقرب لان انا هسه اريد اركز على البروسيجر. هنا بالبروسيجر يقول لي اول شيء كونكت ذا سيركت شون ان فيجر 2. اول شيء فيجر 2 هاي غلط، هاي هنا قصده فيجر 1 على ما اظن، وهسه بعدين نعرف ليش. المهم يريد اربط له الدائره كما بشكل 2، واني قلت هاي 2 غلط، خليها فيجر 1. وين فيجر 1؟ هذا فيجر 3 4 5 نزل جوا، هذا فيجر 1. هذا فيجر 1 عباره عن شنو؟ مصدر اي سي مقاومه، وهذا دايود، وهذا شنو؟ باتري. هذا جزء مال الكمبيوتر يا شخابيط، مو من ضمن الرسم. المهم مصدر ودايود مقاومه ودايود وباتري. زين نرجع نريد نربط هذا الربط بشنو؟ بالمولتزم. اروح على الملتزم، هذا هو الملتزم. اول شيء اكو شغله بسيطه قبل لا ابدي، هذني مرات اذا تطلع لكم ذني الايقونات صغيره تقدرون تكبروها من الاوبشنز كاستمايز انترفيس، تروحون على الاوبشنز هاي تخلون صح على اللارج ايكونز. بس انا اذا اخلص صح شوفوا هسه ذني ايقونات صارت صغيره، او اول ما يتنصب برنامج هيك، بس اذا شفتوا الايقونات صغيره دوسون لارج ايكونز عم تتكبر تكون اكثر وضوحا. المهم هسه هو ايش راد خلينا نخلي الدائرة هنا، وش نصغره، نجيب هذا هنا يمنا، وين الدائرة، فيجر وان هذا فيجر وان. طيب رحت ارجع. زين هسه انا ايش اريد هنا؟ اريد هذا المصدر وهاي المقاومة وهذا الدايود وهذا الباتري. اول شي اروح على المصدر، ابدي بالمصادر، هذا مصدر متناوب، نروح هنا من ذني القامات السادة إذا أشر عليه شنو place source، source يعني مصدر. هنا شنو place basic، basic يعني الأدوات الأساسية مع الدائرة الكهربائية مقاومة وغير، هذا شنو place diode transistor analog ما أعرف شنو. أنا أريد source، رحت على source طلعت لي ذني من أنا أكو power sources وأكو signal voltage source وأكو digital source، هذا نستخدمه بالتقنية. هسه أنا أريد على power source، شريد اريد اي سي صح، اكو دي سي واكو اي سي، هذا هو الاي سي، اجيبه اخليه هنا اسده. هسه انا شنو خليت هذا المصدر الاي سي. زين بس احنا بالمختبر لما اشتغلنا ما خلينا هذا المصدر، خلينا هذا الفانكشن جنريتر، هذا خليناه. زين فاني شنو راح امشي على المختبر، هذا امسحه اجيب هذا، هذا هو اللي حيكون مصدر ماكي الاي سي. زين هسه هذا هو المصدر، خليته الاي سي. بعد شريد قلت وينه، اريد مقاومه، هاي المقاومه. زين اروح وين اروح؟ همين لو على البلاي سورس لو على اي وحده من ذني، او اقدر اروح راسا على البلاي بيزك، راح تطلع لي هاي الخيارات، ريزيستر اختار، ايش قد مقاومته اختار، هسه اي مقاومه بعدين انا اقدر اغير مقاومته، مثلا اختار هاي الواحد كيلو خليته هنا. زين هسه انا خليت المقاومة اللي هي هاي، ايش احتاج بعد؟ دايود. ارجع اروح ادوس على هاي بليس دايود، ادوس عليه راح تطلع لي هنا انواع دايودات، انا اروح على الدايود فيرتشوال، اكو هذا الدايود هو الاساسي واكو هذا الزينر، انا ايش اريد؟ اريد دايود، دست على الدايود، هذا خليت الدايود. زين وراها بعد ايش احتاج؟ احتاج باتري. زين هذا الباتري وين همين باتري يعتبر مصدر صح، اروح همين على المصادر، اروح الباور سورس، اروح على الدي سي لان باتري دي سي، ادوس اوكي اخلي باتري بهالشكل. زين هسه خلينا نرجع للرسم، خلينا نشوف الدايود اتجاهه للاسفل، هذا اللي راح اسويه، ادوس للكيمن،
روتيت 90 ديجري كلوك وايز، انا راح اقول له روتيت 90 درجه باتجاه عقارب الساعه، فصار اتجاهه للاسفل. باقي بس اربط الوايرات، هذا شنو يروح للطرف الموجب، بس شوي لا ارتب، الطرف الاخير يروح للكوم، الكوم هو الار، لا تربطه بالسالب، لا هاي ربطه بالسالب اذا بغير اجهزه اللي اشتغلناها بالسيطره، لما كنا اذا تذكرون ربطنا المقاومه ام الهاي البوتنشيميتر بسالب 15 موجب 15. المهم صار حاليا ما يهمني، بس هاي الدائره اذا شغلها راح يطلع لي ايرور، يقول لي لازم تعرض الدائره. هسه اشوف اذا انشغل يقول لي ذاك سيركت از نوت جراوندد، فانا ايش اقول له؟ اقول له عادي تدلل، اروح على باور سورس على الجراوند، هذا الجراوند خليه هنا، اربط الجراوند بالدائره. هسه حاليا ربطت الدائره، بس بقت شغله ثاني، ربطت الدائره زين، المعطيات مالتي الانبوت ايش قد، المقاومه ايش قد، بلا مقاومه صحيحه 1 كيلو بس الانبوت ايش قد، فشو نسوي؟ نرجع على البروسيجر زين. اول خطوه قال لي اربط الدائره كما في شكل واحد، قلت مو شكل اثنين، شكل واحد. set the sine wave input signal to 2 VPP، sine wave signal to 2 VPP، هاي ال VPP يعني peak to peak، والتردد 1 كيلو هرتز، ويقول لي ارسم لي الموجة الاوتبوت زين. هسه هنا احنا لما اني عندي الساين ويف قال لي بيك تو بيك، يعني شنو؟ هسه مثلا انا عندي هاي موجة، هاي مثلا موجة مالتي زين، لما يقول لي بيك تو بيك يعني من انا لاعلى قمة، الاقل قمة لاعلى قمة بالسالبة الى اعلى قمة بالموجب، هي هاي الفولتية. فلما يقول لي مثلا 5 بيك تو بيك يعني قصده من هاي النقطة الى هاي النقطة شقيت كله 5 زين. اذا قال لي 2 مثل ما سوى قال لي حاليا، قال لي شنو؟ 2 فولت بي بي يعني بيك تو بيك، يعني من هاي النقطة الى هاي النقطة الفوق شقيت 2، يعني اذا الفولتية اللي هي من هنا لهنا شقيت 1 صح؟ اذا الفولتية هنا اللي خليها بالمالتزم بهذا شو اسمه الفانكشن جنريتر جيت، هاي امبليتود، شوف ايش مكتوب هنا في بي، يعني في للبيك الوحده مو للبيك تو بيك، لا فما طول للبيك الوحده فناشطي رقم واحد زين. اختار نوع الموجه، انجل لو سكوير لو ساين، اختار الساين زين. التردد ايش قد مطيني اياه؟ خلينا نروح وين قال لي 1 كيلو هرتز، هذا 1 كيلو هرتز، فاذا ارجع عليه اكتب هنا الوحده شنو؟ كيلو هرتز، فاختار 1. هسه انا حددت، فاذا لما يعطيني فولتيه بي بي، هذا شو بي ما اعرف، ما اعرف ارسم بالموث، بي بي يعني شنو؟ يعني بيك تو بيك، يعني شنو؟ اقسمها على 2 وتكون هي فولتيه مال بيك الوحده. ليش يعني هنا بالبرنامج هنا تشوفون الفي للبي، يعني الفي للبيك الوحده. نكمل هسه المصدر خلصت منه، لحظه هسه اجيكم صبروا زين. نكمل هسه ربطت الدائره بهالشكل، هنا الباتري ما مطيني اياها شقد قيمته زين. هسه اذا اروح على الرسم هي تل اي هنا ما مطيني اياها شقد قيمته، انا راح افرض ايش قد اخذ قيمته